لقد جعلنا الشباب في صميم اهتمامنا واهتمام حكومتنا، متابعين الجهود المبذولة لإشراكهم في بناء الوطن. كل إطلالة من منطقة ما تعبر عن كيان واحد متأصل، إنها محافظة الداخلية، منبر عمان التاريخ والعلم والثقافة. حمل شبابها وأفرادها همماً عالية، فوضعوا بصمتهم في الريادة وإرساء مشاريع اقتصادية مبشرة. وحيثما تراهم فلهم من النباهة والفطنة والحضور في كل محفل ومنبر. واليوم تتجسد الهمم العالية لتبرز محافظة الداخلية، لتكون واجهة واعدة لعمان الحاضر والمستقبل. ترقبونا مع الجلسات الحوارية لشباب محافظة الداخلية، الشباب في صميم اهتمامنا.